الحمد لله، الحمد لله القائل في كتابه العزيز: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ويقول سبحانه: فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول سبحانه: فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويقول سبحانه: وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. أحمدك اللهم حمدا يليق بجلالك، وأثني عليك ثناء يليق بعظمتك، وأشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله نصح الأمة وكشف الله به الغمة، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. فإن ديننا قائم على الإصلاح، ورسالة الأنبياء والمرسلين والعلماء والمصلحين هي الإصلاح. والإصلاح الحقيقي هو ما يكون إصلاحا عاما، نفعه عاما، يتعدى إلى خلق الله جميعا، لا أثرة فيه ولا أنانية. فالإسلام قائم على الإيثار لا على الأثرة، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وهو ما يسمى في مصطلحاتنا العصرية بالشأن العام أو المصلحة العامة أو العمل العام. ونقف مع عدة جوانب تؤكد أن الشأن العام والمصلحة العامة والعمل العام والنفع العام دليل الوطنية الصادقة والتدين الصحيح. فالمتدين الحقيقي ينطلق من قول نبينا صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. ونقف مع عدة جوانب تؤكد على اهتمام ديننا ببناء الدولة وبقوة الدولة وبصالح الدولة، فنأخذ أربعة جوانب. الجانب الأول هو احترام وتعظيم كل ما يتصل بقوة الدولة وبناء الدولة وعلاماتها ورموزها الوطنية. وبعض الناس كما سمعنا من بعض من لا يفقهون شيئا في دين الله كانوا ينظرون إلى رمزية الدولة أو علمها على أنها مجرد قطعة قماش كما يقولون. ننظر
كيف كان نبينا صلى الله عليه وسلم وكيف كان أصحابه ينظرون إلى علم الدولة، وهو ما كان يعرف آنذاك بالراية أو اللواء. في وقت الحرب كان يسمى باللواء وبالراية، وراية الدولة علمها. ماذا كان من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاه راية الدولة وعلمها؟ يوم خيبر قال: لأعطين الراية، الراية العلم. وكانت راية النبي صلى الله عليه وسلم راية بيضاء، تأكيدا على سلمية الإسلام، وأنه ليس دين اعتداء وإنما هو مسالمة. فالرمز الأبيض يرمز إلى السلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا لمن؟ لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. من الذي يحمل العلم؟ هؤلاء. لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فما من أحد من أصحاب سيدنا رسول الله إلا وتطلع أن يحمل الراية التي هي علم الدولة آنذاك. فلما كان الغد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، فأعطى الراية لعلي بن أبي طالب، أول من أسلم من الشباب، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي غزوة بدر الذي استلم الراية رجل من خيرة الصحابة، هو أول سفير في الإسلام، هو سيدنا مصعب ابن عمير. حمل الراية في بدر وحملها في أحد. ويذكر المؤرخون والكتاب أنه ضرب على يده اليمنى التي يحمل بها الراية فقطعت، فحملها بشماله فضرب عليها فقطعت، فحملها بعضدي إلى أن جاءته رمية بسهم، فلقي الله شهيدا. وفي يوم مؤتة قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم زيد بن حارثة، فإن أصيب فجعفر بن أبي طالب، فإن أصيب فعبد الله بن رواحة. فحمل الراية أو اللواء أو علم الدولة من؟ زيد بن حارثة. من هو زيد بن حارثة؟ هو الصحابي الوحيد الذي ذكر باسمه صراحة في القرآن الكريم. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، هذا هو الذي يحمل العلم، وهذا هو الذي يحمي الدولة، وهذا هو الذي يحمل اللواء. حمل الراية يوم مؤتة زيد بن حارثة، الصحابي الوحيد الذي ذكر صراحة في كتاب الله. واستشهد زيد، فحملها من؟ جعفر بن أبي طالب، ابن عم رسول الله ومن أحبهم إلى رسول الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أشبهت خلقي وخلقي. ولما عاد علي بن أبي طالب من فتح خيبر وعاد جعفر، قال: والله ما لا أدري بأيهما أصر، أبفتح خيبر أم بقدوم جعفر. تقدم جعفر وحمل الراية بيمينه وظل يقاتل حتى قطعت يمينه فحملها بشماله، فقطعت شماله فحملها بعضديه. يقول بعض أهل العلم: فأبدله الله بيديه جناحين يطير بهما في الجنة، ولذلك يقال له جعفر الطيار. فلما استشهد حملها عبد الله بن رواحة، فلما استشهد حملها خالد بن الوليد، وفي فتح مكة حملها الزبير بن العوام. الزبير أحد أقرب من السابقين الأولين في الإسلام. هؤلاء
هم الذين يحملون الراية، هؤلاء هم الذين يحملون اللواء، هؤلاء هم الذين يحملون العلم. هل بقي بعد ذلك مطعن لطاعن أو شك لمشكك في احترام رموز الدولة وعلمها ونشيدها الوطني؟ لأن الدين لا بد له من دولة تحمله وتحميه، ولا بد له من وطن يحمله ويحميه. ضحوا بأنفسهم في سبيل راية الدولة وعلم الدولة، ولم ينظروا إليها على أنها مجرد قطعة قماش كما تنظر الجماعات الإرهابية والمتطرفة. ولم يقف الأمر عند التضحية بالنفس، بل أيضا فإذا كان للدولة علمها ورايتها ولواؤها ورموزها، فللدولة أيضا رجالها، لكل دولة رجالها الذين يتفانون في سبيل قوتها ابتغاء مرضات الله عز وجل. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم عندما قال: من يشتري بأرومة وله الجنة بعين في الجنة، فاشتراها سيدنا عثمان. ولما ضاق مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سعة المصلين، قال: من يشتري بقعة آل فلان، قطعة أرض مجاورة للمسجد، بخير منها في الجنة، فاشتراها سيدنا عثمان. وفي ساعة العسرة في يوم تبوك، لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى تجهيز جيش العسرة، جهز سيدنا عثمان وحده ثلث الجيش، وجاء بألف دينار من الذهب الخالص، وأخذ يصبها صبا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ووجه النبي يتهلل ويقول: ما در عثمان ما فعل بعد اليوم، ما در عثمان ما فعل بعد اليوم. وفي عام الرمادة، عام شدة وقحط وفاقة، أصابت أهل المدينة على عهد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا العام وفي وقت الشدة جاءت قافلة تجارية لسيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، كانت نحو 1000 من الإبل محملة بالقمح والزيت والزبيب. فما أن وصلت القافلة إلى مدينة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى جاء التجار إلى سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، قالوا: بعنا يا عثمان. قال: كم تربحونني؟ قالوا: بكل درهم درهمين نعطيك ضعف ما دفعته وأنفقته على هذه القافلة. فقال لهم: هناك من يزيدني؟ قالوا: نعطيك بكل درهم 3. فأربعة، إلى أن وصلوا أن يعطيه في القافلة 5 أضعاف ثمنها. قالوا: نعطيك بكل درهم 5 دراهم. فقال لهم: هناك من يزيدني ويعطيني أكثر. قالوا: يا أبا عم، من يزيدك وما في المدينة تجار سوانا؟ نحن كل تجار المدينة ولم يسبق إلينا أحد. قال: إن ربي قد أعطاني بكل درهم 10 دراهم، وإني جعلت كل ما في القافلة في الفقراء والمساكين ابتغاء مرضات الله عز وجل. هؤلاء هم رجال الدول الذين يحملونها وقت الشدائد ووقت الصعاب. وفيما يتصل بتقديم المصلحة العامة على الخاصة، أن سيدنا عمر بن الخطاب رأى أن الكعبة وما حولها قد ضاق بالحجاج والطائفين والقائمين والساجدين، وأنه في حاجة إلى توسعة الكعبة، توسعة بيت الله الحرام، بإخلاء بعض البيوت التي حولها، وهو ما يعرف في عصرنا الحاضر
بنزع الملكية للمصلحة العامة كتوسعة طريق أو نحوه، فأجباهم على بيع بيوتهم، لم يأخذها ظلما ولا عنوة، وإنما اشتراها منهم وبالقيمة العادلة. لكن تخيل أن بيتك إلى جنب الكعبة، الأمر لا يقدر بمال. من كان بيته إلى الكعبة إلى جانب الكعبة، لو أعطيته الدنيا وما فيها ربما لا تعوضه عن بيت أمام الكعبة، أمام بيت الله الحرام. ولكن المصلحة العامة تتقدم على أي مصلحة خاصة. فلما ناقشوه قال لهم: أنتم الذين حللتم على الكعبة ونزلتم إلى جانبها، الكعبة لم تنزل عليكم ولم تحل إلى جانبكم، أنتم الذين نزلتم عليها. ونزع ملكية البيوت التي يريد لصالح النفع العام. فلما جاء سيدنا عثمان بن عفان وأراد أن يقوم بتوسعة أخرى للصالح العام، اعترض بعض الناس ورأى فيهم امتناعا، فقال لهم: إنما جرأكم علي حلمي، إنما جرأكم علي حلمي، وقد حملكم عمر بن الخطاب على ذلك، فما امتنعتم. ثم أمضى الذي تقتضيه المصلحة العامة من توسيع بيت الله الحرام. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: سبعة سبعة يجري أجرهن على العبد بعد موته وهو في قبره: من علم علما، أو أجرى نهرا، أو كرى نهرا أي وسعه، أو حفر بئرا، أو غاس نخلا، أو بنى مسجدا، أو ورث مصحفا، أو ترك ولدا صالحا يدعو له. وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إنما يأتي على سبيل المثال للحصر، وهو رمز لكل ما تقتضيه المصلحة العامة، يقاس على ذلك في الأجر والثواب والصدقة الجارية. من بنى مدرسة، أو جهز مدرسة، أو تبرع بأرض لمدرسة، أو بنى مستشفى أو مستشفى كما يقولون، أو جهزها، أو تبرع بأرض لها، أو تبرع بأرض لمحطة مياه أو لمحطة تحلية، أو تبرع بأرض لمحطة صرف صحي، أو لأبراج كهرباء، أو لمرور أنبوب غاز. كل ما يخدم الصالح العام هو مما يجري أجره على العبد بعد موته، لأن الإسلام دين الصلاح، دين الإصلاح، لا أنانية فيه. وقد قالوا: ما استحق أن يولد من عاش لنفسه، ما استحق أن يولد من عاش لنفسه. ويقول الشاعر: الناس للناس، الناس للناس ما دام الوفاء بهم، والعسر واليسر ساعات وأوقات، لا تقطعن يد المعروف عن أحد، لا تقطعن يد المعروف عن أحد ما دمت تقدر، والأيام ترات دول، يوم لك ويوم عليك، وغني اليوم قد يكون فقير الغد، وفقير اليوم قد يكون غني الغد، وما عندكم ينفد وما عند الله باق. واذكر صنيعة فضل الله أن جعلت إليك، لا لك عند الناس حاجات، كم مات قوم، كم مات قوم وما ماتت فضائلهم. هم من قدموا لخدمة وطنهم ولخدمة منطقتهم ولخدمة أهلهم ولخدمة البشرية ولخدمة الإنسانية، من ترك صدقة جارية بعد حياته
كم مات قوم وما ماتت فضائلهم، وعاش قوم وهم في الناس أمواته. نسأل الله أن يرزقنا الصلاح والإصلاح وحسن الفهم وطيب النفس وسماحة الكرم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. توبوا إلى الله واسألوه العفو والعافية. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه ومن اهتدى. أكدنا أن الإسلام معني بالشأن العام وبالصالح العام، وخير الناس أنفعهم للناس، وما استحق أن يولد من عاش لنفسه، وأن العناية بالشأن العام والصالح العام دليل الوطنية الصادقة والفهم الصحيح للدين، بل التدين الصحيح. والحق يقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة، ولا سيما الصدقة الجارية كبناء المدارس والمستشفيات والإسلام في المرافق العامة التي تنفع الخلق والبلاد والعباد. إلا من أمر بصدقة أو معروف بكل ما يشمله البر والمعروف أو إصلاح. إصلاح، لا فساد ولا إفساد ولا تخريب ولا تدمير. فالإسلام دين البناء والتعمير، لا الفساد ولا الإفساد ولا التخريب. إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن هنا تأتي قيمة الكلمة وأمانة الكلمة، وألا تتحدث بدون علم. وكما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، فإن لم تجد أو ليصمت. فالصمت خير من الخوض بلا علم، وأجرأ الناس على الفتوى وعلى الكلام بدون علم أجرأهم على النار والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله عليه، لا يلقي لها بالا، لا يفكر، يهوي بها في النار بعد الثريا. ويقول الشاعر، وأرجو أن نقف جيدا عند هذا المعنى: يموت الفتى، يموت الفتى من عصاة بلسانه، كلمة تخرج من اللسان بدون وعي تهلك دنياه أو تهلك آخرته أو تهلك دنياه وآخرته. يموت الفتى من عصاة بلسانه، وليس يموت المرء من عصاة الرجل. ربما يمشي الإنسان فيقع في حفرة فيصيبه داء، لكن ربما يحتاج إلى بعض الوقت العلاج، لكن الكلمة بلا تفكير كالطلقة، إذا خرجت لا تعود، وربما أهلكت دنيا الإنسان وآخرته. يموت الفتى من عصاة بلسانه، وليس يموت المرء من عصاة الرجل، فعصاته بالقول تودي حياته، فعصاته بالقول تودي حياته، وعصاته بالرجل تبرأ على مهلي. وقد قالوا: العاقل
من يفكر قبل أن يتكلم، والأحمق من يتكلم دون أن يفكر، فقد ميزنا الله بالعقل وحثنا على العلم، فمن أراد أن يتحدث في شأن فبعلم وعقل. ولذا أهل العلم على أن المجتهد العالم المتخصص في مجاله وميدانه إن اجتهد فأخطأ فله أجر، وإن اجتهد فأصاب فله أجران. ومفهوم المخالفة يقتضي أن غير العالم وغير المتخصص إن أفتى بدون علم فأصاب فعليه وزر لجرأته على الفتوى، وإن اجتهد فأخطأ فعليه وزران، وزر لخطئه وآخر لفتواه بدون علم. وعلى هذا فقس، فالإنسان الذي لم يتعلم الطب ولم يأخذ رخصة بممارسة الطب ثم مارس الطب بالمخالفة للقانون، فإن اجتهد أو وصف علاجا فأصاب حوكم بالقانون لممارسة المهنة بلا رخصة، ولأنه ليس من أهل الاختصاص. وأما إن اجتهد فأخطأ فأدى إلى قتل نفس، هنا الجريمة مضاعفة لخطئه، أو حتى إذا لم يؤدي إلى أدى إلى مجرد أعراض فالعقوبة مضاعفة. وحتى كما قلنا لو وصف فصاد فشفاء يعاقب، لأنه ليس من أهل الاختصاص، والإسلام دعانا إلى احترام التخصص والمتخصصين، حيث يقول سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر أهل الاختصاص في كل علم، أهل الفقه في الفقه، وأهل الطب في الطب، والصيدلة في الصيدلة، والهندسة في الهندسة. وبهذا طرق الأمم. نسأل الله العلي العظيم أن يعصمنا من الخطأ والزلل والحمق والجهل، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يرزقنا حسن الفهم. اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا شفيته. اللهم لا تجعل فينا ولا لنا ولا بيننا مريضا إلا شفيته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مدينا إلا سددت عنه. واجعل مصرنا بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد العالمين. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويا عبد الله أقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.